السلام عليكم خوتي حبابي، سلام لكم، تحياتي لكم، تحياتي لخوتي في الجزائر. ربي يطلق سجناء الراي، المناضلين اللي طالبوا بحرية هذا الشعب. الشعب كي خرج في 22 فبري كان عنده هدف أن نعيش أحرار، يعني من أجل حياة أفضل، من أجل رحيل العصابة اللي أجرمت في حق الشعب، يعني أجرمت في حق البلاد والعباد. بلاد بحجم الجزائر قارة أصبحنا كنا نسلفوا في الدراهم للناس، ولينا راح نسلفوا احنا، يعني عيب عليكم. شوف البلدان كيف بناوا بدراهم، كيف بناوا بلدانهم، بينما احنا مازلنا الناس الشباب يحرق، يعني والله العيب. الشباب عاد يعني الحرقة، شباب في عمر الظهور 16 14، يعني والله عيب، يعني الواحد يوجع قلبه كي يشوف الامور هذه. يعني تمنينا لهذا المسؤولين يقوموا ببناء دولة العدل والقانون، دولة المستقبل تجمع جميع الجزائريين يعني في بلد بحجم قارة. يعني الفصول 4 في الجزائر، صحراء شاسعة، أراضي شاسعة، سواحل شاسعة، يعني ما فهمتش أين هو الخلل. يعني صراحة القلب يوجع. ربي إن شاء الله يوحد القلوب. وخاوة خاوة، تحية الجزائر، السلام عليكم.